فاضل لنا الفورمز والكويك فيو. طيب ندخل بقى الفورمز، هي دي بقى الكور بتاع سي ار ام، ده الحاجه اللي اليوزر هيشوفها وهيعيش حياته فيها. ادي الفورمز. طيب عندنا 3 types of forms اساسيا، 3 main types of forms. عندنا المين فورم، دي الفورم الكبيره اللي بتظهر في كل حته، بتظهر في الموبايل، بتظهر في الويب اند سو. في حاجه اسمها كارد فورم، دي سبيشال فورم كده بتظهر في الموبايل في حالات معينه، تمام؟ تبقى ان انت جيت تدوس على الاند على البلس بتاعه الكونتاكت لقيت حاجه راح تنزلها لك كده، صح؟ هي دي. واخر حاجه اسمها كويك فيو من الريليتد انتيتي بيحطها في المين انتيتي. حلو؟ طيب عايزين نعمل الكلام، ماشي، خلينا نشوف دي في المين انتيتي بس في حاجه غلط. المهم فانت ممكن بقى ايه، ممكن تيجي في السكشن ده وتضيف فيلدز، دبل كليك كده على اليمين، بص عمال يضيف لك ايه؟ يضيف لك فيلدز. حلو؟ او ممكن تجرها تقعد تحرك كده وانا في المهم يعني خلينا عارفين ان انت لما تيجي تحركها وتهافر كده هتلاقي خط احمر ظهر، ده معناه ان الفيلد ده هيدروب في الحته دي. خلينا عارفين بقى ما علينا يعني. اوكي لو وقفت على فيلد شغال عندك؟ لو وقفت على فيلد معين، وقفت مثلا على موديفايد اون ودوست دبل كليك هينزله تحته. حلو؟ بس انت كده عمال ايه، عمال تضيف فيلدات 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 تظهر لك تحت بعض. الكلام ده سهل يعني واضح؟ فده ايه؟ ده كده الكويك كريت. سيبك من الكويك كريت ده عشان سهل شويه. ندخل بقى على المين فورم. بما انك انت ينفع يبقى عندك اكتر من فورم فممكن تختار واحده ديفولت. اوكي؟ من هنا. فين؟ اه لا فورم اوردر معلش. في الفورم اوردر مين فورم تحط رسوم تحت بعض. جميل؟ هنفتح بقى المين فورم. عندنا فدي الريليتد انتيتي، تمام؟ الريليشنز. فانت عادة ما تعدلهاش من هنا، انت بتعدلها من الريليشنز في مكانها. بعد كده عندك بقى الفورم نفسها في حاجه اسمها تابس، في حاجه جوه التابس في سيكشنز. فلو رحنا كده للاكونت هنلاقي في تبايه اسمها سمري، في تبايه اسمها بروجكت برايس ليست، في ديتيلز. جوه الديتيلز في سيكشن اسمه كومباني بروفايل وكونتاكت بريفرنسز. تمام؟ يعني في تابس بتدوس عليها تكولابس وتفتح، وفي سيكشنز. السيكشنز ما فيش كولابس فيها. بس. التابس ادي تبايه اسمها جنرال. تمام؟ والسكشن زي ما اتفقنا، السكشن هنا ممكن تعدل اللاي اوت بتاعه، يعني ممكن تقول له ايه؟ تقول له لا انا عايز 1 كولوم، عايز 2 كولوم، 3 and 4، عايز الليبلز تظهر على اليمين او على الشمال او في النص. تمام؟ ده الالاينمنت وذين الديفات بتاعتها يعني. تمام؟ اللي هو التكست الاين. وعايز الفيلدات الليبلز تظهر جنب الفيلد ولا فوقه والفيلد يبقى واخد بالعرض كده؟ دي الاوبشنز الموجوده. وعرض والويت الليبل الويت بتاع الليبل. ففي ليبلز تبقى طويله قوي. فبقى عايز ازود الويت بتاع الليبلز في السكشن ده. فيزبل باي ديفولت. لما نيجي في الاكستنشن نيجي نكتب جافا سكريبت ممكن نشو هايد سكشنز. فممكن نخلي السكشن ده اول لما الفورم تفتح يبقى هيدن. كونديشن معين في الجافا سكريبت اشو. طب وانا ازاي ابيع سكشن تاني؟ جاي تاب فيها لاي اوت. في ممكن تهايد الليبل بتاع التاب ونفس الكلام في السكشن. ممكن تخلي التابه دي اكسباندد باي ديفولت، احنا شفنا بندوس اكسباند وكولابس وفيزبل باي ديفولت ولا لا. لو في حد فيه اي اوبشن مش عايز خليني اسهم فيه يعني يقول لي.
فورماتنج وان كولوم تو كولومز والريشيو بتاعت الكولومز تمام. في اهي الريشيو تحت اهي لو 3 كولومز الريشيو بتاعتهم هنا تحت هنا كلام يعني بسيط جدا. في حاجه نفس التابل دي اسمها ايفنت. طيب في حته فوق هنا على اليمين اهي الفيلدات دي عدلها ازاي؟ جوه الفورم في حاجه اسمها هيدر. بص اهي فوق هنا تمام. في البادي ده المين فورم في الهيدر اقدر اعدل فيه برده الفيلدات زي ما انا عايز. وعندي الفوتر نفس الكلام الفوتر اهو الاكتف دي ممكن احط حاجات جنبها. حلو. والنافيجيشن اهو لما بتدوس على النافيجيشن بيطلع لك الريليشن بقالي كتير ما استخدمتهاش تمام. طيب في ايه تاني ممكن في ممكن بقى شوف ليفل السكيورتي بينزل ليفل غريب يعني في السي ار ام. ممكن تخلي الفورما دي ما تبانش غير ليوزر معين فهو تقول له انيبل سكيورتي رولز وتختار السكيورتي رولز اللي تشوف الفورما دي. وممكن تعمل حاجه اسمها فول باك. الفول باك دي معناها ان اليوزر دوت لو اليوزر ملوش فورم مش مفيش سكيورتي رول ليج تخليه يشوف فورم لازم يبقى فيه فورم ديفولت هي اللي مع انيبل فور فول باك. ممكن تبريفيو يعني عايز تشوف شكلها عامل ازاي لما تسهر على الويب. انا ممكن اقول له سيكشن معين ما يظهرش لا دي هتعملها جافا سكريبت. دي فكره الدايه. انت عايز احنا كنا عايزين نتكلم الاول عايز دي تاب جديده تطلع الانسيرت فوق وتقول له ادي التابات اهي مجموعه دي حلو. تدوس اذا طلع لك تاب تحت اهي عايز تضيف بقى سيكشن جوه التاب فبتدوس على التاب وتقول له سيكشن وتضيف السيكشن اللي انت عايزه. هتدوس على السب جريد هيظهر لك الريليشنز مع الانتيتي دي ال1 تو n او n تو n بتقول الليبل بتاعها لو عايز اصلا تديسبلاي الليبل ولا لا البانل كولر وبعد كده تقول له ايه لا اظهر لي الريليتد بس. انت ممكن تظهر اول ريكورد تايبس دي معناها اظهر حط لي فيو في المكان ده زيه زي الفيو اللي بره على مستوى الانتيتي. فيو يجيب كل الانتيتي تمام كل الريكوردز يعني مفيش فلتر يعني بيقولش ايه الاكونت ليه كونتاكتس لا هيجيب كل الكونتاكتس. حلو. ممكن اونلي ريليتد ريكوردز في الغالب احنا عايزين فعلا اونلي ريليتد ريكوردز وتختار الانتيتي ريليتد تمام وتختار الفيو اللي هيبقى ديسبلاي في السب جريد دي لان مفيش حاجه اسمها سب جريد فيو فانت بتختار اكشولي الفيو اللي انت عايز يظهر في السب جريد. حلو كده. حاجه مش واضحه هنا. ده هو البابليك بس. جميل. في حاجه اسمها ديسبلاي سيرش بوكس بيطلع لك كويك فايند بوكس كده فوق السب جريد سيرش فيه مش كانت دي قديمه دي. بعد كده انت عايز سيلكتر يظهر عشان يغير الفيو ولا لا هنا فممكن ايه ممكن تعمل دروب داون كده وتختار زي في المين فورم في السيلكتر شفناه هنا برضو عايز ديسبلاي سيلكتر ده ولا لا. بس دي الحاجات المهمه يعني في الفورماتنج عايز كام رو وعايز اوتو اكسباند الروز دي ولا لا. بس كده. هنا في حاجه اسمها انتر جريد دي اوتو سكوب دي انتوا اكسبلور فيها بس يعرفوا ان انت ممكن تعمل جريدايه تدوس على 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 سيل يعني مثلا ايه هنا انا عايز لما ادوس على المين فون هنا كده اقدر اكتبه في هنا في الجريدايه وادوس سيف فوق في الحته دي
يوم يسي بدل ما ادخل على الريكورد واعدل و... لا انا عايزه من هنا بس اكسبلور انتو فيها بقى ماشي. ايوه اكسبلور انت بقى بعد كده جوه السكشن ممكن تضيف فيلد وتحط سبيسر مسافه فاضيه فيلد تاني. وفي حاجه اسمها كويك فيو فور كويك فيو اللي هي زي بتاعت الكيس. انا ممكن اضيف كويك فيو فورم هنا كده واختار الريليتد انتيتي اللوك اب يعني واختار اللوك اب واختار الكويك فيو اللي انا عايز ديسبلاي. احنا قلنا ان احنا ممكن نكريت كويك فيو فورم هختار كويك فيو فورم في المكان ده بيست على اللوك اب فيلد. لازم يبقى عندي لوك اب فيلد عشان اعرف ديسبلاي الحاجه.